السيسي يؤكد حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل. الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة حوثية مسيرة في مدينة خميس مشيط. ترامب يتوعد إيران بالمحو بعد انتقادها العقوبات الأمريكية. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وخلال استقبال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة وشؤون الداخلية، أشار الرئيس إلى حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل دون التركيز فقط على الحلول الأمنية قصيرة الأجل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين مصر وغانا، وخلال استقباله رئيس غانا في قصر الاتحادية، أكد السيسي حرص مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الإفريقية الاستراتيجية في العديد من المجالات. استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية السيدة بوروندي الأولى، وفي تدوين لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشارت السيدة انتصار إلى أنها تشرفت بسيدة بوروندي الأولى، وذلك أثناء زيارتها الأولى لمصر، تلبية لرغبتها في الاطلاع على جهود الدولة المصرية في مجالات دعم وتمكين المرأة. أكدت مصادر مطلعة بأن الإرهابي هشام عشماوي يتم محاكمته حاليا على ذمة خمسة قضايا سبق الحكم عليها أو الحكم عليه فيها غيابيا، وقالت المصادر إن القضايا التي يحاكم فيها عشماوي تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية وأدت إلى استشهاد 54 من رجال الجيش والشرطة المدنيين، مشيرة إلى أنه يتم ذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بإعادة محاكمة حضور في القضايا سلفة الذكر أمام القضاء العسكري. تمكنت قوات الدفاع الجوية السعودية من إسقاط طائرة بدون طيار، وأطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في مدينة خميس مشيط، وتوعد المتحدث باسم التحالف العربي باتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين وتحييد قدراتهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالرد الكاسح والإبادة، وذلك حال قامت بالهجوم على أي مصالح أمريكية، وأشار ترامب إلى أن أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة، مشيرا إلى أن القادة الإيرانيين الذين لا يفهمون إلى لغة القوة ينفقون أموال شعبهم على الإرهاب. انتهى الموجز الإخباري، لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.